خلاص. تمام كده البرزنتيشن شايفين؟ اه يا دكتور، تمام. تمام. فاحنا دلوقتي عندنا بقى، تعالوا نتكلم. احنا اتفقنا ان انا عندنا في الدوشين مربع. طيب الدوشين والبيكر دول اكتر، او دول الاثنين الاكس لينك ديزيز اللي احنا عارفينه. تمام. ايه الدوشين وايه البيكر ده؟ الدوشين هما الاثنين اكس لينكد مايوباثي او ماسكولار ديستروفي. تمام. طيب دول بيحصل فيهم ايه؟ اولا اتفقنا اكس لينكد يعني بيأفكت دايما الميل، عشان يأفكت الفيميل لازم يحصل عندنا ايه، مصيبه كبيره جدا، اللي هو ايه، واحد ميل ديزيز تتجوز واحده فيميل كارير، وده طبعا صعب جدا. تمام. نيجي نتكلم على الايه، الدوشين. الدوشين دايما بيبدا في فيرست كيد اوف لايف، تلاقي دايما مانيفستيشن 7 8 سنين بالكتير تبان، وزي ما اتفقنا هتلاقي دايما عندك هيستوري بيتقال لك ان احنا لا، الديزيز ده بيحصل من ايه، من بدري شويه. تمام. الديزيز ده الولد ده كان بيقع كتير، الولد ده كان بدا يمشي بس على الليت نورمال سبان للووكينج، الولد ده ما كانش بيجري زي زمايله، الولد ده كان دايما بيتخبط ويقع، كل الكلام ده كله. الدوشين ده بروجريسيف جدا، لانك انت غالبا على السكند ديكيد يعني 10 12 سنه الولد ده ما بيمشيش، غالبا الولد ده بيضايد على الثيرد كيد اوف لايف. بس ناخد بالنا ان ممكن كمان لايف سبان بتاعه يتاثر بحاجات تانيه. زي ايه؟ يتاثر ان الولد ده، ايوه، بكارديوميوباثي. كارديوميوباثي، بس قبل الكارديوميوباثي اللي هتموته، مش هتموته في العشرينات او في، اسف، في 18 سنه 15 سنه. الكارديوميوباثي هيموته في الاخر، يعني على الايه، الثيرد كيد اوف لايف. انما اللي ممكن يموته في السكند كيد ان الولد ده يجيله شيست انفكشن، يجيله شيست انفكشن عنيف مثلا، او مش عنيف، يجيله شيست انفكشن. تمام. ما يخفش منه بسهوله لان عنده ويك كاف ريفلكس، عنده ويك شيست ماسل، فده ممكن يعمل له مشكله كبيره. دايما هتلاقي معاه سكليتال ديفورمي، هتلاقي معاه اي سي جي تشينجز كاردمايوباثي، فزي ما اتفقنا الكاردمايوباثي مش هيموته عاده على السكند كيد، دايما هيبقى في الثيرد كيد. البيكر بقى بيبدا زي الفل، العيان ده عاده هيبدا على الثيرد كيد اوف لايف، ماشي كده، عاده على الثيرد كيد اوف لايف اغلب الناس، ممكن في السكند كيد ممكن، بس غالبا في الثيرد كيد يعني في العشرينات. عنده نورمال لايف سبان. تمام. يبدا العيان على العشرينات كده، اوائل الثلاثينات، يبدا يشتكي ان عنده بدا يبقى في ويكنس، بروكسيمال ويكنس، عمال بيزيد معاه بس سلولي بروجريسيف، مش زي بتاع الايه، الدوشين. تمام. مش زي بتاع الدوشين، هيبقى عنده سكليتال ديفورمتي، اه هيبقى عنده اي سي جي تشينجز كارديوميوباثي، بس الكلام ده فين؟ في الاخر خالص، هو عنده مثلا ايه، في الخمسينات بقى والستينات. العيان ده غالبا ما بيقعدش على كرسي، انما فين؟ ليتلي كده هيبقى يمشي بعصايه، في الاربعينات في اول الخمسينات، على الستينات ولا حاجه ممكن يبقى ايه، خلاص بقى لو حصل له مشكله طبعا مع الحاجات التانيه، بس مش هتبقى المين بالك، او اللي عامل له المشكله الاساسيه مش هيبقى البيكر مايوباثي، هيبقى البيكر زائد حاجه تانيه. يعني مثلا عيان جاله ني اوستو ارثرايتس وهو بيكر، ايه رايكم؟ هيبقى ماشي طبعا بصعوبه اكتر من العيان الني اوستو ارثرايتس العادي. تمام كده؟ فيستخدم عصايه عشان الحاجتين، الويكنس الموجود عنده من البيكر والاوستو ارثرايتس الموجود عنده. كمان العيان ده ماشي وقع اتخبط اتكسر، فعلا دول كلهم عندهم ايه؟ فريكوينت فولينج، فلما هيقعد وقت طويل هيبقى في ديجنريشن في المصل. كمان ما انساش اقول لكم ان السي بي كي بتاع العيان ده مش الافات دايما، يعني يبدا ايه؟ تلاقيه مثلا 600 700 1000 2000، انما مش 11000 و12000 بتاع الايه؟ الدوشين. تمام؟ طيب امال ايه اللي بيجي في الفيميل بقى؟ بيجي في الفيميل حاجات زي ايه؟ زي حاجه اسمها فيشيو سكابيلو هيومرال، بتيجي ميل وفيميل. ده اوتوزومال ريسيسيف ديس اوردر بيأفكت، هيأفكت ايه من اسمه؟
فيشال ماسل، سكابولار ماسل، هيومرال ماسل، يعني ياخد الفيس والابر ليمب. او بقى ليمب جيرد المايوباثي، سواء كان بيلفيك جيرد المايوباثي فياخد الماسلز بتاعه البيلفز، تمام، او ياخد الماسل بتاعه الايه الشولدر، فسواء بيلفيك جيرد المايوباثي او شولدر جيرد المايوباثي. وكل المايوباثي زي ما اتفقنا، ها، كمانجمنت احنا بنتكلم على ديزيز في مشكله، تمام، هذا الديزيز بيأفكت الماسل which is developed early during the intertrine life gradual progressive muscle weakness. عادة بنتكلم في حاجة هريد وفاميليال، تمام، في selectivity في الماسل زي ما اتفقنا، تمام، ممكن يأفكت الكاردياك ماسل. فاحنا عندنا هنا ده ديزيز للأسف لغاية النهاردة ملوش علاج، تمام، بس على الأقل لو مشخصين وعارفين احنا بنتكلم ازاي، بندي ادويه ممكن تحسن شويه زي الكورتيكوسترويدز بتحسن الماسل باور، بس الكلام ده وذين ايه؟ وذين ليمت يعني لغايه دلوقتي. ولكن عندنا امل كبير ان احنا يبقى فيه ان شاء الله في المستقبل قريب ان شاء الله ممكن يكون فيه نتائج كويسه في الحالات دي. طيب عندنا جالي عيان، العيان ده بيقول لي يا دكتور بص بقى انا بقى عندي مشكله كبيره جدا. ايه يا عم المشكله؟ قال لي بص انا لا انا بحس ان انا جسمي كده انت عارف ايه، مخشب ميبس. ازاي يا سيدي؟ قال لي مثلا امسك مثلا اجي اكتب بقلم احس ان ايديا مش بتستجيب معايا، امسك القلم في ايدي اجي اسيب القلم من ايدي احس ان انا ايه، لا ما بت ايديا لا ايديا ما بتسيبش القلم بسهوله، تمام. يقول لي مثلا اجي اسلم على حد، انا بقيتش اسلم على بنات خالص ولا ستات ولا حاجه خالص، ليه يا عم؟ اجي اسلم احس ان انا ايديا ما بتفكش من ايدي اللي بسلم عليه بسهوله، لا ده بتبقى ماسكه في الايد شويه، فبقى حطني في مواقف سخيفه كتير. لو انا متوتر ولا حاجه احس ان ايديا مش بتطوعني، تمام. ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه مايوتونيا. ايه المايوتونيا؟ المايوتونيا دي ده delayed relaxation of skeletal muscle after voluntary muscle contraction أو mechanical stimulation أو electrical stimulation. يعني إيه voluntary muscle contraction الأول؟ اللي أنا بقول لكم عليه، العيان ده ماسك قلم في إيده عايز يسيبه، ها؟ في عنده delayed muscle relaxation. بيسلم على حد عايز يفك إيد منه، في delayed muscle relaxation. تمام كده؟ ده اسمه إيه؟ ها؟ ده اسمها مايو ايه المايوتونيا؟ It is delayed relaxation of skeletal muscle after voluntary muscle contraction. امال ايه بقى ده الفولنتري؟ امال ايه الميكانيكال ستيميوليشن؟ لو انا جيت دلوقتي جبت الهامر وعملت تابنج على الثينر ايمننس ماسل او الثينر ماسلز في ايدي، ايه اللي يحصل؟ ها؟ هتلاقي بصباعك كده هنعمل تابنج على الثينر يحصل ايه؟ هيحصل الاتي ولا حاجه، ايديا مكان صباعي، ها؟ هتعلمه وبعد كده يحصل فيدنج خالص. انما العيان اللي عنده مايتونيا اعمل تابنج على السينر، تعمل ديمبل مكانها وبعدين ويز جرادوال فيدنج. فاهمين قصدي ايه؟ حد فاهم انا بتكلم ازاي؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي خبطت على السينر، خبطت على التانج، جيت كده بصباعي على التانج بتاعي ورحت جاي عامل ايه؟ خابط بصباعي. ايه اللي يحصل؟ عادي جدا ولا حاجه، مكان الخبطه شويه مفيش حاجه، مفيش اي مكان اثر الخبطه. انما العيان ده كان انتوا عارفين العيان عنده بيتنج اديما، ايه البيتنج بيحصل ايه؟ اتكيت على الاديما اللي في رجل العيان مثلا، مكان صباعك ايه بيعلم وبعدين بعد شويه واحده واحده تكتفي. ده بالظبط او قريب منه اللي بيحصل في العيانين اللي عندهم مايتونيا على اي ماسل بالكي ماسل، والعيان ده ما عندوش اديما، التك اخبط عليها تلاقي ايه؟ تعمل دمبل مكان. فاهمين يا شباب؟ تمام يا دكتور. فدمبل ده ويز جرادوال فيدنج لغايه ما تختفي، ده اسمها ايه؟ اسمها مايوتونيا. او الكتريكال ستيميوليشن. ايه الالكتريكال ستيميوليشن ده؟ باجي بجهاز النيرف كوندكشن اعمل سب تيتانيك ستيميوليشن، يعني اعمل مايلد ستيمولس بالنيرف كوندكشن، يعمل لك ايه؟ يعمل لك ها ماسل كونتراكشن باي سب تيتانيك ستيميوليشن او صب مينيمال ستيميوليشن. فده معناه ان العيان ده عنده ايه؟ مايتونيا. كمان المايتونيا بتتشخص بالنيدل اي ام جي لان لها
صوت واضح جدا في العينين بتوع الاي ام جي، بالاي ام جي يعني، اسمها ايه، دايفر بامبر ابييرنس. صوت بتاع ايه، تخيل حضرتك ان احنا دلوقتي قاعدين ايام زمان ايام الحرب العالميه كده، كان بيحصل ايه، كان في الطيارات اللي بتبقى فيها مقذوفات اللي فيها قنابل تعمل ايه، بتطلع انت سامعها صوتها من بعيد صح، فالصوت يبقى بعيد جدا عليك، وبعدين يبدا الصوت يقرب قوي اللي هو الوقت اللي بينزل فيه الطياره عشان ينزل المقذوفه، بينزل لاقرب مكان تمام، وبعدين يبدا يطلع تاني، فصوت يبقى صوت بعيد يبدا يقرب وبعدين يبعد تاني، اللي هو ده ايه، دايفنج بومبر بومبر، ها ساوند، فاهمين؟ يبقى في زنه بعيده، صوت بعيد قوي، الصوت ده يقرب وبعد كده يبعد تاني، ده بيبقى صوت واضح جدا في الاي ام جي بتاع العيانين اللي عندهم مايو. طيب عندنا نوعين من المايوتونيا مهمين جدا، في عندنا حاجه اسمها مايوتونيا كونجنتال، ده هيدو فاميليال، بيبدا عاده في السكند، في الفيرست والسكند كيد اوف لايف، دايما بيأفكت الفيميل اكتر من الميل تمام، كمان مع سودو هايبرتروفي في الايه، في الماسل بتاعه البادي، اسمها مايوتونيا ايه، كونجنتال تمام، بيبدا في الفيرست كيد اوف لايف تمام، او سكند كيد عاده فيرست كيد، بيأفكت الفيميل اكتر، ومعاه قلنا سودو هايبرتروفي في الايه، في المصري. انما بقى الحاجه الثانيه اللي بنتكلم عليها دائما وابدا اللي بتهمنا اسمها مايوتونيا ايه، مايوتونيا اتروفيكا تمام، ودي بتأفكت دايما، بتبدا في الثيرد والفورث كيد اوف لايف تمام، بتأفكت الميل مور ذان الميل اكتر من الفيميل بنسبه 3 ل 2 تمام. كمان هذه المايوتونيا اتروفيكا دايما بتاخد لها شكل مميز قوي، اتفقنا ان ده بتأفكت الايه، الميل اكتر من الفيميل تمام. هتلاقي عند العيان ده تلاقي عنده ايه، حاجه اسمها فرونتال بولدنس، تلاقي ايه، ها شعر واقع كده من قدام تمام، تلاقي عنده هولوينج في الايه، في التيمبوراليز ماسل، نحط ايدينا على التيمبوراليز كده، تلاقي العيان ده مفيش اصلا تيمبوراليز ماسل تمام كده. ايه تاني، تلاقي عنده كونجينيتال كاتاراكت، تلاقي عنده كوندكشن افكشن انوماليز على مستوى الهارت، فتلاقي عند اللي عنده هارت بلوك غالبا. العيان ده تلاقي عنده تستيكولار اتروفي واوفيريان اتروفي، ده اللي مكتوب في الكتب كويس، ده اللي مكتوب فين في الكتب، يعني الميل والفيميلز اللي عندهم مايتونيا اتروفيكا غالبا ما بيخلفوش، ده اللي فين في الكتب. باي ذا واي كده المايتونيا اكتر في اليهود في الجيوش تمام، بس الكلام المكتوب ده على اليهود او على الجينوم الموجود عندهم، يعني لحسن الحظ ان العيانين اللي عندنا او الناس اللي عندنا اللي هم مايتونيا الواحد شخصهم كلهم بيخلفوا سواء ميل او فيميل تمام كده، فالجينوم غالبا مختلف ماشي. يعني مثلا كان عندي عيان هو مايتونيا وعنده بنتين مايتونيا تمام، الكلام ده غالبا مش الجينوم اللي عندنا يعني، ولكن هم كلهم بيشتركوا، احنا بنتكلم عاده فين، في المايتونيا ديزيز. المايتونيا له علاج، غالبا ملوش علاج، بندي الحاجات بقى زي الكينيدين والحاجات اللي هي بتاعه الملاريا والكلام ده كله، بس يعني كلها مش بتجيب نتائج قوي في العيانين دول. دايما المايتونيا بتزيد مع العيانين دول في الشقه في الساعه، بتزيد مع الاسترس، فيبقى واخدين بالنا كويس قوي من الناس دول، ومهم دايما في الحالات انك على الاقل حتى على الاقل توصل لتشخيص معاهم عشان ما تغلبش الناس دي، لان خد بالكم الناس دي تبقى فعليا متعذبه يعني. طيب اخر حاجه هنتكلم عليها دلوقتي، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، اسمها ايه؟ اسمها المايوسايتس او البوليمايوسايتس او الدرماتومايوسايتس. برضو يعني ايه مايوسايتس؟ ده انفلاميشن على مستوى السكليت المصري تمام؟ طيب دعونا نتفق بقى، العيان ده هيشتكي بايه؟ العيان ده هيقول لك يا دكتور كده قولا واحدا، انا كل حته في جسمي بتوجعني. مش بتوجعني بقى، كمان انا يقول لك دايما بيقولوا لفظ كده، يقول لك انا لحمي بيوجعني ماشي كده، انا احط ايدي على 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 مثلا حط ايدك على الكاف ماسل بتوجع، حط ايدك على الثاي ماسل بتقلب، تندر ماسل ماشي كده، او بيتقال عليها ماسل ايك. دي اهم ما يميز العيان اللي عنده مايوسايتس او درماتومايوسايتس، عنده ايه، ماسل ايك. طيب احنا هنا بنتكلم على ديزيز، هذا ديزيز سيستميك ولا فوكل ولا ديسيمينيتد،
حد يقول سيستميك. systemic disease، وبما انه systemic يبقى انا عندي بتكلم على bilateral symmetrical weakness. هذا الويكنس وفلور موتور نيرون نيتشر، يعني هايبوتونيا هايبرفلكسيا. وبما انه ماسل يبقى هياخد دايما الماسل which is developed early during intertural life، يبقى نلاقي عند العين ده weakness proximal more than distal. اتفقنا؟ معايا يا شباب؟ طيب. Associated with muscle ache. ممكن تلاقي عند العيان ده bulbar symptom. مفيش مشكلة. معايا يا شباب؟ ممكن تلاقي عند العيان ده bulbar symptom. إنما مفيش معاه sensory manifestation. لو مش الايك يعني سنسور يعني جلاف والسوكا هيبوسيزيا او اي بيرفرال نيرف افكشن، ده مش هتلاقي معايا. بس اكتر ما بيهمنا بقى، انا خلاص شخصنا كده المايوباثي، اسف بوليمايوسايتس. كمان في العيان ده هتلاقي عنده ايه؟ السي بي كي عالي بس مئات مش الافات. هتلاقي عندي الانفلاماتوري ماركرز عاليه جدا، ايه السي ار تلاقيه فوق ال 100. ماشي كده؟ السي بي كي زي ما اتفقنا يبقى عالي مئات. السي ار بي سيري اكتف بروتين عالي، ليه عالي جدا ساعات 100 200 كمان على حسب الاكسربيشن بتاع الايه الديزيز نفسه. ده الايه العيان بتاع المايوسايتس. طيب في حاجه اسمها ديرماتومايوسايتس. ايه الديرماتومايوسايتس؟ هتلاقي في سكين راش مع المايوسايتس اللي قلناها من شويه. هذا السكين راش بيعمل ايه؟ ها انا مش عايز افتح السلايد عشان تخليكم معايا. السكين راش ده بياخد ايه؟ بياخد دايما الاكسبوزد ارياز من السكن، فتلاقيه واخد المالر فلاش، واخد التشيكس، شيست، واخد النيك والابر شيست، ياخد الهاند وياخد الفيت. تلاقي عيان عنده مايو سايتس، يعني عنده جرادوال بروجريسيف ماسل ويكنس، ها بايلاترال سيمتريكال بروكسمال مور ذان ديستال مع هايبوتونيا هايبرفليكسيا اسوشيت ويز ماسل ايك، زائد الدرماتومايوسايتس عنده في ايه؟ في ها سكين راش، بتاخد الفيس، بتاخد النك والابر شيست، بتاخد الايه؟ الهاند والفيت. ماشي كده؟ طيب معاها بقى ها هتلاقي في لو انت هتلاقي الانفلاماتوري ماركرز عاليه تمام؟ الاي اس ار سي ار بي. ماشي كده؟ هتلاقي العيان دوت السي بي كي بتاعه عالي بس مئات. ماشي؟ فسهل قوي ان انت تشخص عيان عنده مايوسايتس. بس المشكله في المايوسايتس مش انك تشخصه. المشكله في المايوسايتس المهمه جدا 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 انك تعالجه. قبل ما تعالجه انك تكتشف ايه سبب المايوسايتس. المايوسايتس ده بيحصل ناتج عنه. يا اما يكون في انفكشن زي شفنا حالات كتير كوفيد جالها مايوسايتس او ديرماتومايوسايتس. مش كده؟ شفنا العيانين اللي عندهم سايتوم جاله فيروس ممكن يجي لهم مايوسايتس. ايبشتاين بار ممكن يجي لهم مايوسايتس. انفلونزا عاديه ممكن فولود باي مايوسايتس. اتش اي في ممكن يجي معاه مايوسايتس. ماشي كده؟ يبقى العيان ده ممكن يكون جاله مايوسايتس لانها بريسيدد باي انفكشن سيستميك انفكشن. اتفقنا؟ طب ايه تاني؟ ممكن يكون المايوسايتس ده بارت من اوتو اميون ديزيز، يعني عيان مثلا يكون لوبس ويجي له مايوسايتس. عيان يكون انكليوزنج يبقى معاه مايوسايتس. عيان روماتويد يبقى معاه مايوسايتس. يبقى انا المايوسايتس ده تمام قلنا ممكن يكون سيستميك انفكشن، ممكن يكون اوتو اميون ديزيز، الاهم بقى ان ممكن يكون بارانيوبلاستيك بالذات الدرماتومايوسايتس. يعني كان عندي عيانه ست حاجه و60 سنه حوالي شهرين ثلاثه كده، الحاجه دي جايه بتشتكي عندها سكين راش وحد مشخصها انها اكزيما، وبعدين فجاه لقينا الست دي ايه بدات تشتكي بماسل ويكنس. ماسل ويكنس كلاسيك مايوسايتس، فدي تبقى ايه؟ ديرماتومايوسايتس خلاص. مفيش اي هيستوري سيستميك انفكشن، مفيش عملنا طبعا كل الاوتو اميون بروفايل تمام؟ بدانا نعمل تيومر ماركرز،
عملنا، طلع كان في الشيست كان فيها ليجن كده يقلق شويه، المهم طلعت في الاخر برونكوجينيك كارسينوما. ماشي كده؟ فيبقى المايوسايتس ده سكندري لبارونيوبلاستيك او نيوبلازم موجود في اي حته تانيه في الجسم، سواء كان لانج، سواء كان تشيست، سواء كان بريست كانسر، ايا كان بقى، اوفيريان تيومر، سواء كان بروستاتيك تيومر، ايا كان. فلازم العيانين دول نوصل لسبب للمايوسايتس، لانك انت ممكن يطلع في الاخر هو بارت من ديزيز تاني خالص. معايا؟ طيب، او ممكن يكون بقى زي الايام دي كده اللي احنا بيحصل فيها immunization، اي فاكسين ممكن يحصل بوست فاكسينيشن، ممكن يحصل فيه ايه؟ مايوسايتس او ديرمات مايوسايتس. بنعالجه ازاي بقى؟ في الاكيوت ستيج عيان جالي دلوقتي بمايوسايتس، بديله مسايل برنزولون، تمام، اللي هو السوليوم درول، يعني بيتاخد 1 جرام ديلي لمده حوالي 5 ايام. بعد كده بدي ادويه اسمها اميونو ميديوليتورز او سايتوكسيك دراجز على حسب بقى الديزيز بتاعتي، تمام، على حسب الحاله بتاعتنا. ممكن ندي يعني ممكن ندي الاندوكسان اللي هو سايكروفوسامايد، ممكن تدي روتوكسيماب اللي هي المبصيره، ممكن حاجات كتير ممكن نديها في الحالات دي. بس زي ما اتفقنا، الاهم في العيانين بتوع المايوسايتس او الدرماتومايوسايتس، الاهم انك انت تشخص العيان وتشوف الكوز بتاعنا، لان ده غالبا هو سكندري لحاجه تانيه. تمام يا شباب؟ طيب انا كده خلصت، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ دكتور، بس كنت عايز افرق ما بين السولو هايبرتروفي والهايبرتروفي، فكنت ما سمعتهاش. ولا حاجه. بص يا سيدي، عندك بيج رومي، تمام، بص على شكل المصل عنده عامله ازاي، بالك يا دكتور. بالكي مصل، صح؟ تمام. طيب، بالكي مصل ومعاها انكريز مصل باور ولا ديكريز مصل باور؟ لو سودو هيبقى ديكريز اعتقد. ماشي، انا بتكلم على الشخص ده بقى، على بيج رامي ده، يبقى معاه ايه؟ لا، يبقى معايا انكريز معاه المصل انكريز، باور، يبقى ده سودو ولا ترو؟ يبقى ده ترو. تمام كده. طيب، عيان بتاع المايوباثي شكل المصل تبص عليها بالكي كانه بيج رامي، بس مش كل المصل، يعني عاده بتاخد الكاف مصل، انما اسوشيتد ويز ديكريز مصل باور، صح؟ يبقى ده ايه؟ تكريس ماس باور يبقى اعتقد ده سودو خلاص، سيدو يبقى ده هايبرتروفي. سودو هايبرتروفي. شكرا دكتور. تمام، اي حد عنده سؤال؟ تمام، احنا كده الميد تيرم هيبقى يوم ايه ان شاء الله؟ احنا هنبدأ الاختبارات يوم 13، بس البطنة هتكون في الآخر. طيب تمام، خلاص زي الفل ان شاء الله. خلاص، يبقى احنا كده شكرا. ان شاء الله كده دول الموضوعين اللي معانا في الميد تيرم، اللي هو النيور ماسكولار جانكشن اللي هو المايوتينيا، والنهارده المايوباثي، المايوتونيا، المايوسايتس والدرمات مايوسايتس. مفيش حاجات تانية يعني، ده ممكن تيجي وكلها اسئله هتبقى غالبا في رينج يعني كلها حاجات سهله، كلها كيسز يعني، موضوع بسيط ما فيهاش مشكله، وهتلاقي الموضوع سهل جدا، اسئله سهله يعني. تمام، إن ما شاء تقلقوش، الله بس المهم نقرا الكلام ده كويس. إن شاء الله يا مع دكتور. الشباب، يلا بالتوفيق ان شاء الله. السلام شكرا عليكم. لحضرتك، السلام شكرا عليكم. لك. السلام عليكم.